في موضوع آخر، كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني الجزائري عبد الرحمن حمزاوي في تصريح خاص به قناة الجزائر الدولية عن مشروع لإنشاء منتدى عربي للمجتمع المدني بالتنسيق مع عدد من الفاعلين في المجتمع المدني في الوطن العربي. بعد القمة العربية كان فيه يعني سعي لإنشاء يعني منتدى عربي للمجتمع المدني، ونحن نعمل مع العديد من الفاعلين في الدول العربية من فعاليات المجتمع المدني على إنشاء هذه الهيئة التي ستمكن من التعاون العربي المشترك، والتي سنعمل من خلالها على أن يكون هذا الفضاء فضاء عربيا من شأنه أن يعزز التعاون بين فواعل المجتمع المدني العربي ويجسد هذا القرار الذي خلصت إليه القمة العربية. نعتبر بأن إعلان الجزائر للقمة العربية المنعقدة في الجزائر قدم إضافة هامة للمجتمع المدني، ليس فقط للجزائر بل لكل الدول العربية.